لو الحكاية فيها إن فيتو أيضا هذا المشروع وفي تسمية الحمل المصري العظيم تسمية معبرة، لأنه بيجمع الآن وجدان الشعب المصري كله، بيجمع المصريين كلها نحو الوحدة والتآلف وإعلاء المصلحة القومية والوطنية لمصر. اسمحوا لي في الحقيقة أن أنا أقول أنه مصر وقوتها وتقدمها مرتبط بقوة وعظمة الجيش المصري العظيم. محمد علي لما جه يبني مصر الحديثة أول حاجة عملها اعتمد على المصريين في بناء جيش مصر القوي. بهذا الجيش اللي عمله محمد علي بدأ إن هو يتمدد في كل العالم. النهاردة الجيش المصري بيقود عملية بناء حلم مصر عظيم وبناء قناة سويس جديدة، ولا أعتقد إن هذا الحلم وهذا المشروع سوف يكون فريدا في نوعه، بل سوف تتبعه إن شاء الله مشاريع كثيرة جدا. إحنا بنحيي في الحقيقة قيادة مصر رئيسا وحكومة وجيشا عظيما يأتلف حوله المصريون، وبنحيي قناة السويس والعاملين فيها لأنها النهاردة بتقدم نموذج وطني ناجح رغم كل الصعاب، ناجح في إدارته وعلى رأس طبعا سعادة الفريق الذي يعني في ظل ظروف بالغة الصعوبة حقق نجاحات، مش بس حافظ على القناة وعلى أمن القناة إنما كمان حقق نجاحات اقتصادية كبيرة جدا. حسن الشناوي مناصر الخواطر الطبية محافظة اسماعيلية. جينا هنا وشاركين في الموقع لتأمين العاملين بحفظ قناة السويس الجديدة. معانا ثلاث عربيات، عربية فاطمة وعربية جراحة وعربية صيدلية مجهزة بكل الأدوية والأمصال ضد العقرب وضد التعبان، ومعانا غرفة عمليات صغرى وعربيتين إسعاف. أي حالة لا يتم إسعافها في الموقع تتنقل بعربيتين الإسعاف مستشفى الأنقرة شرقي أو مستشفى العام في إسماعيلية.